هنا سؤال: اشتريت مركبة من بائع ودفعت ثمنها كاملا بحضور شهود، فهل يحق لي بيعها لمشتري آخر قبل أن تسجل باسمي في الترخيص حتى لا أدفع رسوم التسجيل؟ أحبائي في الله، إذا كان الدافع هو تقليل المصاريف وضمنت الحقوق بالشهود والتسجيل، فعندها لا حرج من ذلك، كما أسلفنا أنه لم يحزها ولم يسجلها باسمه بسبب تكلفة تدخل على السيارة تمنع من بيعها. فبعض السيارات تحتاج إلى رسوم 500 دينار، والتاجر يقول: أنا أصلا لا أربح 500، أنا أقبل ب300. فأضطر إلى هذا الأسلوب حتى لا يقال 500 و300 أصبح طالب ب800، والحقوق محفوظة والغبن متلاشي والمواصفات والسيارة كلها أمورها واضحة. فمثل هذه الصورة إن شاء الله لا إشكال فيها أبداً.